شبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى لما قال عيسى إن تغفر لهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ آية ذكروني، فإنك غفور رحيم. طيب من تبعني فإنه من عصاني فإنك غفور رحيم. وشبه عمر بنوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، وشبهه بموسى لما قال ربنا اطمس على قلوبهم. طيب ف يعني أن نوحا وموسى كان شديدين مع قومهما، وإبراهيم وعيسى كان لينين. فهكذا كان أبو بكر وكان عمر في بدر لما عمر قال اقتلهم، وقال أبو بكر إيش فادهم. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى هم من العزم أفضل من تشبيه علي بهارون، طيب وهو ليس من أولي العزم ورضي الله عنهم أجمعين. لكن أهم شيء في هذا نقول إن عليا لم يفهم أن المراد الخلافة، واضح؟ وإنما أراد أنه كما ترك موسى هارون وذهب إلى ميقات ربه ولم يكن في هذا الترك منقصة على هارون، فكذلك إذا ذهبت أنا وتركتك في المدينة فليس هذا منقصة عليك، واضح ولا لا؟ والذين بقوا في المدينة خمسة أصناف، الذين لم يخرجوا إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أصناف. الصنف الأول من أمرهم النبي بالبقاء، وهم محمد بن مسلم أميرا على المدينة، وعلي بن أبي طالب مسؤولا عن أهل بيته. هذا القسم الأول من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني العصاة الذين تكاسلوا وتماهلوا وثبطهم الشيطان حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هم عشرة، كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية وسبعة آخرون الذين سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رجع. طيب فهؤلاء العشرة عصاة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا معه. القسم الثالث المنافقون الذين تعذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار واهية وهم كاذبون في دعواهم. القسم الرابع وهم النساء والصبية والشيوخ الكبار. القسم الخامس الذين عذروا لسبب كالمرضى والعمي والعرج وغيرهم، والفقراء الذين جاءوا يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ما ينفقون فعذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذه الأقسام الخمسة التي بقيت. نعم.